السلام عليكم، معكم القناة ديال أجنس عربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المحل تجاري اللي كيتباع في حي المطار في الناظور الجديدة. هذا الفيديو هذا غادي يكون مقسوم على جوج، نص بالعربية والجزء الثاني بالريفية. هذا المحل التجاري هذا جاي في واحد البلاصة مزيانة بزاف في حي المطار في الناظور الجديد. هاد الناس اللي كيفكروا يشريو شي محل تجاري باش يديروا فيه شي استثمار عندهم ولا شي مشروع فكروا فيه، كنقترحوا لكم هاد المحل هذا اللي فيه الريتشوسي والميزاني. الريتشوسي ديالو فيه 67 متر كاري والميزاني ديالو فيه 45 متر كاري. عنده جوج ديال الريداوات، الريداوات ديالو الكتريك بطبيعة الحال، جاي في واحد البلاصه ممتازه، عمرو ما يعني سبق له الدار فيه شي حاجه ولا. هذا المحل التجاري هذا كنقترحوا على الناس اللي كيفكروا يديروا شي مشروع. ومن بعد الاقتراحات اللي غنعطيكم، مثلا الناس اللي كيفكروا يديروا شي حضانه ولا شي روض ديال الاطفال، حتى الناس اللي كيفكروا يديروا شي بوتيك ديال اللباس، شي محل ديال اللباس، اولا المحل اللي كيبيعوا فيه الاثاث المنزليه، اولا باراميديكال، او لا حتى الناس اللي باغيين يديروا في واحد الكابينيت ديال الميدسين اللي ما كيحتاجش الدروج، يعني دائما كيبغوا، كاين شي بعض العيادات كيبغيو يكونوا لتحت ما يكونش عندهم دروج بزاف، او لا حتى شي كابينيت ديال الترويض الطبي. حنا كنعطيكم مجرد افكار، والناس اللي غيشوفوا الفيديو راه كل واحد عارف علاش غادي يحتاجوا. المهم المحل جاي في واحد الموقع ممتاز في حي المطار في الناظور الجديد، بلاصه راقيه وكالم، ميزاني كما قلنا و ريتشوسي، عنده جوج ديال لي ريدو. الناس اللي كيفكروا يديروا شي استثمار في مدينه الناظور، كاين عندنا محلات تجاريه محفظه كيتباعوا في وسط المدينه في قلب الناظور. اذا ما مشينا نهارا نيويوم د العرض، نيجي للمحل التجاري تمنزان دي حي المطار الناظور الجديد. المحل التجاري ذيس سوادي سفلي اريت شوسي ذيس ميزاني سنج سوادي ذيس 67 متر، سنج دي ميزاني ذيس 45 متر. المحلات خاص تحفيظ الناس، خاص كلشي الناس عماس وا يخدم عماس ما يخرق ذيس المشروع، يعني شرا نحاشت اول مره. غاس اثنين نهار ريداوث غبارة، هاري داو ثنس الكتريكي وني في حداجنا مو يكمر، ني غوني في حداجنا في فاق مثلا خثنين غاس ثنين نهار داوث يو ذاني تفكانا تسغنشان المحل التجاري غاس نشان المشروع وزونا تسغنشان المحل التجاري دي حي المطار الناظور الجديد. نتقترح خاوم تبروبوز خاوم المحل وين تاتي انتي الشاوم ربعا الافكار ربعا الاقتراحات مرا تغشاني الجن مثلا يتفكى مثلا ذي سيكشن الحضانة شان الروض نيغشان المحل ومعروض اني المحل يزنوزان رحوايج ثاسو تنثودرين نيغ باراميديكال شان كابينيت شان العيادة يوي تحذيجين بود دروجة الطاس مثلا تحذيجا عريت شو سيوها غالبا الميزاني نيغ شان العيادة الترويض الطبي. بالنسبة للثمن المحل وانتاتي الريتشوسي يحسب 6 مليون المترو، سنج دي ميزاني 500 الف المترو، يعني الثمن توتال 89 مليون اونص في حي المطار الناظور الجديد. الثمن ديال هذا المحل هذا هو 89 مليون سنتيم اونص في حي المطار في الناظور الجديد. محل ممتاز، موقع ممتاز، بلاصه كالم ونقيه، والثمن جد مناسب بالنسبه للمحل التجاري. راه 89 مليون راه ما تجيب حتى بارتمان في حي المطار في الناظور الجديد بهذه المساحه. فالناس اللي باغيين هذا المحل التجاري هذا يغتنموا الفرصه. كاين عندنا محلات اخرين. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.